الحرب سابت وجع، سابت ندبات. الحرب سابت فيني وجع كبير شديد. وريها الصورة. أنا سارة البيطار من غزة. أنا ريم سودانية، عمري 20 سنة. نزحت تقريبا 3 مرات أو 4 مرات في قلب غزة. نزحنا مرتين، اللي هي مرة داخل الخرطوم والمرة الثانية كان من الخرطوم لمصر. الخوف طول الوقت إنه اللي وراه عليكي، إنه القذيفة الثانية فيكي. طب السقف هذا لو وقع، الحزام حيقع عليك من أي جهة؟ طيب الحيطة هذه حتميل كيف؟ الرصاص بقى بيجي جوا البيت، الطائرات بتجي فوق البيت العادي، يعني بتقع دانا قريب منك، أو عادي يعني ممكن بيت الجيران. يعني كان وصل لإنه خلاص إحنا بقينا وسط الحرب. طول الوقت تشاهدي بالطريق، إذا ما استهدفتك طيارة ممكن البوارج. إحنا كنا طالعين من هناك وماشيين ناحية وسط الحرب، فكنا كل ما نمشي شوية لقدام كان بنشوف دبابات الجيش محروقة، كنا بنشوف جثث تبع الدعم السريع كتير شديد في الشارع. أنا ما بقدر أعين ليها خالص، كنت أنا ماشية مغمض عيوني. في 4 5 أيام أنت ممكن تشرب كوباية مية واحدة، المية كانت يعني منعدم شديد. كيف بدك تدبري مية؟ فيش كهرباء، فيش بنزين، فيش ماتورات تطلع مية. احنا لما شفنا اول مرة ارغفة خبز وهيك، يعني بعد تقريبا 2 شهر حرمان، فكان الموضوع كتير، يعني يا الله خبز مش معقول. تحسي انك لا، انت انانية، ليش بدك تطلعي وتسيبي فيه زوجي؟ كان طبعا واخواتي لسه في غزة واهلوي. طب يعني انت بس بدك تنجي وهم. انا طالعه وانا ناقصه، اهلي وراي، اخوي، اصحابي. انت في كل ثانيه حاسس بشعور الفقد، انت فاقد اهلك، فاقد بيتك، فاقد اصحابك. حبيبي بابا يعني طلع بعد الهدنة، شكله رايح يجيب مية ويشوف أكل، مستهدفوه على باب الدار بصاروخ. حتى بحكي لأبويا، بحكي لأخويا إنه كيف شكله، قال لي خلص اتذكري بالصورة الحلوة عنه. يعني هذا الفقد كان كبير. أول ما دخلنا أسوان، فكان بالليل، ويعني في يعني مصر بتكون منورة شديد، فكان يعني شعور حلو جدا. يا الله يا أخي، أنا طولت ما شفت كهرباء، طولت ما شفت نور. الضواي، في ضواي، في كهرباء. يعني احنا ما شفناش طبعا الكهرباء من 7 شهور. انا حاسة انه جرح واحد، واي بشاعة في الحياة ما بتعادل بشاعة الحرب. احنا طلعنا مجبورين، ما في حد بيكون نفسه يخلي بيته خالص، ف يعني الحزن واحد والجرح واحد، وان اختلفت الاماكن.